حنسافر مع بعض الحين ونسافر من الرياض للشرقية. ورحلة أهل الشرقية شكلها مواجهة، رحلة فتاة التحفيز لريادة الأعمال والتعليم المستمر. بدت حكايتها بالتخطيط وتحديد الهدف من مدارس الابتدائية الثانية لتحفيظ القرآن بالدمام. ولكن هل يا ترى قدرت توصل للهدف؟ أو هل الهدف جاب وقته المخطط له؟ ما ندري. رحبوا معاي بالأستاذة ميعاد الصايد. يلا حيا، قبل ما نبدا ابغى اسالكم سؤالين، فكروا فيهم، شاركوهم على منصات التواصل الاجتماعي، واذا تعرفون الاجوبه شاركوهم بعد. السؤال الاول، ما هي ابرز التطبيقات السعوديه القائمه بشكل اساسي على الذكاء الاصطناعي؟ والسؤال الثاني، من هم أبرز الخبراء السعوديين في مجال الذكاء الصناعي؟ التعلم مدى الحياة هو مبدأ، أو بالأحرى طريقة تفكير سهلت علي أمور كثيرة، تقبل أمور كثيرة في حياتي. لكن في الحقيقة إن ما في ترتيب مثالي لحصول الأشياء، وإن دائماً وأبداً تدبير رب العالمين أبرك أسعد ألطف وأرحم. وصحيح إن عناوين البدايات قدامكم في الشاشة، اسمحوا لي أروي لكم التفاصيل. في مدرسة تحفيظ القرآن الثانية بالدمام، وسنواتي العشر الأولى ما بين الصف الرابع والخامس، رحت بدون معرفة أبقى مفهوم التحول الرقمي أو أتمتة الخدمات الرقمية. رحت لأبلة منيرة وقلت لها إيش رايك أحول لك أوراق العمل حقتك المكتوبة بخط اليد لو استندات برنامج مايكروسوفت، بحيث انك لو تبين تغيرين شيء بسيط مثل التاريخ، اسم الصف، بعض الاسئله بيكون ضغطه زر. قالت لي قدام يا ميعاد، لكن ترى اطار الصف مره مهم. قلت لها بس كذا؟ اكيد اكيد. ومن ابلة ميرة لابلة سميرة، من ابلة سميرة لابلة هنا، لو اني شاده حيلي شوي كان هذا اول مشروع ريادي، لكن الاكيد ان الزعزعه اللي احدثتها هذه المبادره سهلت على المدرسه عمليه التحول الرقمي. ومن الابتدائي الى الجامعي مرورا بالثانوي، موضوع اختيار التخصص ولله الحمد سهل جدا. ولما انسال يا ميعاد ليه حاسب حالي، كنت اقول لان التخصص الوحيد اللي يسمح لك تتعلم لغات، ولغات البرمجه اليوم هي اللغات اللي تسهل التواصل بين البشر. وبعد 3 سنوات من العمل في شركه ارامكو السعوديه، كنت اقود مبادره لزياده عدد الخدمات الرقميه المؤتمته والذاتيه. فتاة التحفيظ تعود مبادراتها من جديد، لكن هالمرة على مستوى نائب الرئيس التنفيذي لأكبر شركات العالم. والحمد لله كان مشروع ناجح. وبعد 7 سنوات من محاولاتي لدراسة الماجستير، تكللت المحاولة بالنجاح، وبعثة من شركة أرامكو. وكانت هذه نقطة التحول في مسيرتي المهنية، وخاصة لما سألني مدير القسم
يا معاد اي تخصص تختارين؟ قلت لها MBA، التخصص اللي يفيدني كشخص وللمنظور. قال صحيح، تستكشفين الثورة الصناعية الرابعة والتخصصات اللي راح تسبب زعزعة في المجال التقني، مثل تعلم الآلة، علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي. قلت له تم، توكلت على الله، أقدمت واخترت تخصص حاسب آلي مع تخصص دقيق في تحليل البيانات المتقدمة، وفي مدينة بوسطن الأمريكية اللي درست فيها الماجستير عشت تجربة مختلفة من الحصول والوصول إلى المعرفة. كانت تجربة وموضوع ميسر بطريقة غريبة. في يوم عادي كنت أعمل مجموعة بحثية يرأسها بروفيسور في جامعة هارفارد، وفي يوم ثاني كنت أحضر مؤتمر في مايكروسوفت، وبرضه في نفس المدينة بديت العمل، وعمل من نوع مختلف. بديت العمل في مجال التطوع الرقمي، بداية مع مؤسسة ACM، المؤسسة المعروفة بإنتاجها العلمي ومؤتمراتها. بديت كمسؤولة التواصل الاجتماعي، وبعدين كنائبة رئيس النادي، وبعدين رئيسة. الحقيقة اكتشفت شغفي في التطوع الرقمي. شفت اللي يشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بدون كلل ولا ملل، بكل عطاء، كان يجيني هذا الشعور. لكن في نفس الوقت كنت أبغى أوصل هذا الشعور بلغة حوار عالمية. ومن هنا نوصل لحكايتي. هذه حكاية ما هي بسيطة، حكاية معقدة فيها أطراف كثير، لكن عنوانها الأبرز وهدفها الأسمى تحقيق الاستدامة من خلال التقنية. الحكاوي هذه الحكاية تبدأ من النهاية. لأن من خلال التطور المتسارع للتقنية إحنا حالياً أمام قرارين. إحنا حالياً أمام قرارين، يا إننا نتعاون من أجل مستقبل تقني مشرق، يا إننا نتعاون لكن لتعظيم أثر اختلافاتنا السلبية. طب كيف وصلنا هنا؟ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 بدعوة عالمية للقضاء على الفقر، حماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالازدهار والسلام بحلول 2030. الأهداف هذه 17 اللي أمامكم أهداف متكاملة، بحيث أنك لو غيرت في هدف راح تأثر لبقية الأهداف، ولكل قصة عقدة، وعقدة القصة إن رغم إن هذه الخطة خطة طموحة لوضع العالم في مسار أكثر استدامة، ما إحنا قاعدين نتقدم بالشكل الصحيح. ف 16% من أهداف الاستدامة فقط تسير في مسار صحيح، و 84% من أهداف الاستدامة لا تسير في المسار الصحيح أو في حالة تراجع. ولكل قصة بطل، وبطل قصتنا الذكاء الاصطناعي، لكأنه صديق رهيب ذكي حلال المشاكل. وعشان أوضح لكم الصورة أكثر بعطيكم كذا مثال. في مجال الرعاية الصحية يساعد الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بانتشار الأوبئة وتغيير مشهد البحث الطبي، وبالتالي يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف الاستدامة وهو الرفاهية والصحة للجميع. وأيضا شيء بنفس الأهمية، يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة الهدف العاشر من أهداف الاستدامة
اللي هي تقليل الفجوات وعدم المساواة. فللأشخاص ذوي الإعاقة التقنيات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي كانت نقلة نوعية من التعرف على الصوت وتحويل الكلام إلى نص. فالذكاء الاصطناعي ما هو بس تقدم تقني، هو قوة للخير لجعل العالم أكثر إشراقا وصحة واستدامة. ولكل قصة شرير، والشرير في هذه القصة هي التحديات اللي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وهذه التحديات أربع تحديات: إيه؟ استهلاك العالي للطاقة، مخاوف متعلقة بالبيانات، اعتبارات تتعلق بتقنيات أخلاقك، وأخيراً عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. وإحنا كسعوديين جاهزين بخططنا لمواجهة هذه التحديات. فمثلاً شركة أرامكو السعودية عندها مبادرات كثيرة ضد تحدي استهلاك الطاقة العالي، وسدايا حصن وسد منيع المتعلق بخصوصية البيانات. وأخيراً تضرب مملكتنا الغالية أعظم مثال في تمكين المرأة ومشاركتها في القطاع التقني السعودي بنسبة 35%، متفوقة على دول الاتحاد الأوروبي جميعاً ومجموعة العشرين. لكن أيضاً يجب أن نستمر في مواجهة هذه التحديات، وخاصة تحدي عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، لأن آثارها عالمية وراح نضعها تحت المجهر، لأنها باستمرارها راح تستمر في تكوين فجوات رقمية. ثلاث فجوات: الفجوة الأولى فجوة الوصول، وتعني أن الدول قد يكون لديهم أو بالأحرى ليس لديهم البنية التحتية الأساسية لتقديم الخدمات التقنية، وفجوة الاستخدام، فبعض الدول لديها البنية الأساسية التحتية الرقمية لكن ما عندهم أو ما عند شعوبهم المهارة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات. في بحث من البحوث اللي أجريت على 40 دولة اكتشفوا أن نصف السكان ما يقدرون يرفقون ملف في رسالة بريد إلكتروني. والفجوة الأخيرة هي أخطر فجوة، فجوة جودة الاستخدام. فقد يكون للدول بنية أساسية تحتية رقمية، قد يكون لشعوبهم المهارات اللازمة، لكن ما عندهم المعرفة الاستفادة القصوى من التقنيات ومجال الذكاء الاصطناعي. وإذا استمرت هذه الفجوات راح تكون ما يسمى بالأمية الرقمية. تعرفنا على بداية القصة ونهايتها، التحديات والتسهيلات، ودعماً للشغف اللي وجدنا في العمل التطوعي الرقمي، أنا معاد الصايل حددت دوري ووجهت بوصلتي، وراح إن شاء الله أساهم تعزيز الوصول إلى الذكاء الاصطناعي ورفع الوعي الرقمي من خلال مبادرة بايتكس. نجعل السؤال اللي طرحته أو الأسئلة اللي طرحتها في البداية وأجوبتها حاضرة في أذهان العالم إن شاء الله. بايتكس هي مبادرة تسعى إلى تغيير شكل عالم التكنولوجيا من خلال خلق نظام بيئي مستدام لتفعيل الحواك التقني في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناجية. في بايتكس ندعم الابتكار، ندعم البحث العلمي، وندعم ريادة الأعمال. وهدفنا تحقيق أعمدة الرؤية الثلاثة: وطن طموح،
واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. في أقل من سنة قدرنا نوصل إلى 7000 مستفيد، قدمنا فيها دورات أكثر من 20 دورة ومؤتمر ومعسكرات لداخل مدن المملكة أجمع. نقدر ننسى شركاء النجاح. وختاما، أن تعرف نفسك أهم من كل شيء. ولو أخذ الموضوع عقودا فإن الأرزاق تختلف والفرص موجودة، لكن جاهزيتك يجب أن تكون حاضرة. والعطاء طبع، والطبع سعودي متأصل فينا. وفي ظل الزعزعة الإيجابية الحاصلة، في دعم وتمكين وتسهيل وتحسين البنية الأساسية التحتية الرقمية، راح نوصل بإذن الله تعالى. صنع في السعودية، بطورة في السعودية، نجعل الحلول السعودية المطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي من أبرز صادراتنا. شكراً.